طب بصي بصي انا هكون بس احنا الحلقه دي وديه جدا ماشي. واو بتتفرجوا على ادائك المرعب ده، قال لك حاجه من تاني، يا اما الست دي فعلا سايكوباتيه زي دكتوره علياء يعني، ما هو يا اما تبقى بجد يا اما تبقى مرعبه في موهبتها التمثيليه. بتبقي عارفه وانت بتمثلي ولا لما بتتفرجي؟ لا لما بتفرج. وانت بتمثلي ما بتبقيش مركزه؟ لا 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 ما باخدش بالي. الناس اللي حواليا بياخدوا بالهم ان انا فصلت، ان انا قاعده مش غاده يعني، حتى في ردود افعالي انا ما باخدش بالي. انت شفتي تعليقات الناس على ادائك يا غاده صح؟ ده في ناس يعني في بعض المشاهد كتبوا كده حطوها وكتبوا حد يفهم الست دي انه ده تمثيل انه مش حقيقي من كتر ما يعني. قولي لي ازاي ثلاث حلقات بس يعملوا كل الضجه دي، يعملوا كل رد الفعل ده. انا مش عايزه اقول اعاده اعتبار لموهبه غاده عبد الرازي، لان زي ما قلت انت موهبتك ما كانش عليها سؤال ابدا، عمر ما حد يعني موهبتك التمثيليه فائقه يعني من زمن، بس ازاي ثلاث حلقات بس يبقى لهم رد الفعل الجامد ده؟ بصي اصلا هما ما كانوش كمان ثلاثه، ده كانوا اثنين. وبعدين قعدت مع المؤلف لقيته بيفتح في حاجات كتير، لان في حاجات كانت لازم تبان. إيه عليا دي خلفيتها إيه؟ جوزها راح فين؟ ابنها ده إيه؟ فقلت لهم خلاص يا جماعة ما تقلقوش أنا هعملهم ثلاث حلقات، مع أني كنت اتفقت خلاص، وقلت لهم خلاص هعملهم ثلاثة. اللي حببني في الموضوع ده أن علياء هي دكتورة نفسية مفروض تعالج الناس. أيوة. بس ما حدش تخيل أنها تكون هي شخصيا مريضة. انا مريت بالتجربه دي مرتين، رحت لاتنين دكاتره اول ما دخلت عليهم وانا خارجه، قلت للدكتور حضرتك انا عايزه بس قبل ما اخرج اقول لك ان انت محتاج حد يعالجك. انت بتضحكيني يا غدا والله يعني العظيم. انت رايحه، انت تعبانه ورايحه الواحد بقى يعالجك دكتور كبير جدا اسم عظيم فخيم. خبطت الباب دخلت، اول حاجه هو اولا كبير في السن وراجل محترم جدا، لقيته بيلف بالكرسي، كرسي دوار اقسم بالله. عمال يلف 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 يلف. فانا قلت يمكن حاجه وقعت منه. والله العظيم، وراجل كباره محترم ونضاره وبعدين عايزاه يقولي اقعدي بتاع، يعني انت واقفه هو عمال يلف بالكرسي. انا واقفه قدامه كده وهو كده، هو عمال يلف بالكرسي بيجري بيه كده. بعدين قلت له مساء الخير يا دكتور، قال لي وهو بيلف مساء النور اقعدي اقعدي اقعدي. فقعدت بقى احكي لي يا مدام غاده، فبحكي هو انا بكلمه كده. هو وانا بكلمه بيلعب في الاجنتا وبيشوف موبايله وبيفتح الدرج، وحياه ربنا يا منى. عمل كل الحاجات كلها. وانا بحكي اللي لا تدل على اتزان يعني خالص. وفي الاخر قلت له طب حضرتك انا هعمل ايه؟ قال لي مش تعملي حاجه، تاخدي الادويه دي. قلت له اخدها كلها؟ قال لي خديها شهر وتجيلي. قلت له طب حضرتك لو حصل ايه بيكلميني، كانه بيقول ايه امشي امشي بقى امشي. هو متوتر لوحده يا حبيبي. وانا خارجه كان بيلف بالكرسي تاني. كمل بقى اللفه، ما انت عطلتيه. ما انت عطلتيه. انا بقى ايه خارجه مغلوله لاني قاعده بره بقالي كتير مستنياه. فوانا خارجه عايزه بقى ايه اروح لفه اقول له اي حاجه. فبقى لف كده لقيته بيلف بالكرسي. قعدت اقول لا يا جماعه ده يعني. لما خرجت قلت للبنت اللي عنده، طلع على فكره الدكتور ده انا لو منك بلغي عنه، مش قادره. قلت لها ده لوجه الله بلغي عنه، ده لازم يتعالج. واكيد ما خدتيش الادويه. اخدتها واتنكست. لا اقسم بالله يوميها اخدت الادويه. الساعه 2 بالليل انا كنت هعمل جريمه قتل في نفسي. انتي ديبريسنت مثلا، الادويه اللي ادهاني دي فيها ايه؟ هايبرت وبقيت مش متزنه وافار سوداويه. وقدرت اترعش. راحوا جايبين لي الدكتور الاساسي اللي هو بيعالجني، جالي البيت راح قال لهم يا جماعه ما تستخفوش بالكلام ده، الادويه دي بتاثر على المخ، ازاي توقفوا دواء مره واحده عنها وتدوها دواء تاني؟ محدش عارف ده. الراجل حتى ما سمعهاش.
يعني. طب اولا بصي عندي مليون سؤال في الحكايه دي كلها، بس يعني قلتي مرتين ثلاثه، قولي لي مره ثانيه رحت للدكتور. بقى دي رهيبه. من 10 سنين كنت راح الدكتور سنان، فانا نازله لقيت ايه في العماره حد فتح عياده، فروحت داخله كده بالراحه. ما جدع، هو انت من هواياتك ان انت تروحي للدكاتره؟ اما انا لازم اقعد اتكلم مع حد، اما هتجنن يعني، لازم حد يسمعني. فقلت ايه، انا العياده دي شكلها حلو كده وشيك، الدكتور اللي جوه اكيد ممكن ربنا يعني. دخلت لقيت شاب لطيف كده وهو انبهر ان ايه غادة عبد الرازق فتحت دي ودخلت. فقلت له بص يا دكتور، انا صراحه مش هقدر اقعد في العياده انت فاهم، فحضرتك ممكن تعدي عليا في البيت؟ قال لي طبعا. جالي بعدها باسبوع، فقعدنا اتفضل يا دكتور، كان معاه شنطه كده، عارفه انت الشنطه بتتحط. اول ما قعد على الكنبه راح قالع الجاكيته رميها، والله العظيم، والشنطه راح رميها على الارض كده. فانا قلت ايه، يمكن جاي متضايق ومخنوق، فبتكلم معاه، يفتح الشنطه ياخد دواء ويشرب الميه. فاقول له يفتح، انا بقى من كتر ما تعبت قلت له ايه كل الادويه دي يا دكتور؟ انت تعبان؟ قال لي يا مدام غاده، هو في حد مرتاح في الدنيا دي؟ انا كمان باخد ادويه. قلت له حول ولا قوه الا بالله. قال لي لا لا، انت ما تعرفيش، اصلا انا عايزه اطلق مراتي وانا بصي يا غاده، بصي يا غاده، العيب فيكي، العيب فيكي مش فيهم. اولا طب استنى هقول لك، اولا احنا عندنا كميه دكاتره نفسيين عظماء، والحقيقه بنفخر بعدد كبير من الاطباء اللي ذوي السمعه العالميه مش بس المحليه. ما هو اللي معايا لحد دلوقتي انا اللي بقول لك حاولت اغير. ما انا بقول لك يعني مبدئيا احنا عندنا معالجين واطباء واستشاريين عظماء جدا، انت اللي حظك كده. ايوه طب بس انت قلتي دلوقتي ما انا لازم اتكلم مع حد. هو انت بتخافي او ما بتحبيش تفضفضي مع اي حد من اللي حواليكي؟ لا، في حاجات كده مهما حصل لا يمكن تقدري تقوليها لاقرب الناس ليكي. الدكتور ده بيوصل لحاجات مخزونات ممكن انت اصلا تكتسفي تحكيها لاي حد، حاجات تراكمات حصلت في 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 سنين اخيره في صدمات، ولا في حاجات من حاجات الزمان؟ من الزمان، من الاول هي بتبتدي كده، يعني انت بتبتدي تعلى 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 لحد ما تبقى قد كده. بتدوري دايما على دكتور عشان تخففي الحمل؟ لا خلاص بقى، وانا الدكتور بتاعي اللي بقى له 30 سنه هو اللي معايا لحد دلوقتي، ما خلاص ما بقدرش اخرج براه. يعني انت بتاخدي علاجات مستمره عليها وما توقفيهاش من 30 سنه؟ اولا ما فيش حد خالي من الهم، وما فيش حد خالي من الوجيعه النفسيه، بس في ناس بتحتاج ميديكيشن ادويه، وفي ناس بتحتاج تفضفض وتركيبات مختلفه. اكيد طبعا. ويمكن شغلتك في التمثيل دي ما أكيد زودت أي حاجة كانت صغيرة. هو الدكتور قال لي كده. إذا فعلا أنت كاتبة كلمة العزيمة، أنت عايزة تأكدي جواكي أنك أنا كاتباها دي من 25 سنة. 25 سنة؟ ده أنت ما كنت عملتي الحاج متولي؟ لا لا، قبل الحاج متولي أنت هتلاقيها كانت موجودة في إيدي من قبل ما اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.